يواصل معرض أهل المدارس استقبال الأسر المصرية، حيث يقدم تخفيضات كبيرة على المستلزمات المدرسية. للمزيد ينضم إلينا من المعرض الزميل محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري. محمود، صف لنا المشهد لديك في معرض أهل المدارس. أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، أرحب بكم من أرض المعارض بمدينة نصر. نتابع معكم اليوم الأول لمعرض أهلا مدارس الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالأمس. هذا المعرض الذي تنتظره الأسر المصرية كل عام، لأن هذا المعرض يحتوي على كل ما يعني تحتاجه الأسر المصرية والطلاب تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد. هنا في هذا المعرض خاصة هذه النسخة تشهد زيادة في عدد العارضين والشركات المشاركة في هذا المعرض، نتحدث عن 200 عارض من مختلف المنتجات الخاصة بالمستلزمات المدرسية. هذا المعرض الذي يقام على مساحة 6000 متر مربع، هنا كل المنتجات وكل المستلزمات الخاصة بالمدارس تتواجد في مكان واحد في هذا المعرض. هنا نتحدث عن الأدوات المكتبية، نتحدث عن الأحذية والشنط، نتحدث أيضا عن المنتجات الغذائية التي تتواجد هنا وبصناعة مصرية 100%. ما يميز هذا المعرض وما يعني تحدث به الأسر التي اصطحبت أطفالها وتواجدوا هنا في هذا المعرض هي التخفيضات الموجودة على كل المستلزمات المدرسية. نتحدث عن تخفيضات تصل إلى 25 و30% في بعض المنتجات، وبعض المنتجات الأخرى يصل بها التخفيضات إلى نسبة 40%. العارضين الذين تحدثنا معهم تحدثوا عن سعادتهم بهذا المعرض، نظرا يعني لما توليه الدولة باهتمام بالصناع والمنتجين المحليين، فهي فرصة لتسويق منتجاتهم وبيعها بأسعار مناسبة. وأيضا الجمهور الذي توافد على هذا المعرض من مختلف المحافظات، رأينا أيضا يعني من محافظة السويس وبعض المحافظات الأخرى الذين توافدوا بمجرد أن علموا ببدء نسخة جديدة من معرض أهلا مدارس، تحدثوا عن أيضا الأسعار التي تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، وأيضا تحدثوا عن التخفيضات الموجودة داخل المعرض. نتحدث أيضا على أن هناك يعني منتجات جودتها عالية جدا، وهذا ما تحدث عنه أيضا يعني أولياء الأمور والأسر التي تواجدت في معرض أهلا مدارس. ليس فقط الأسعار وليست فقط التخفيضات هي الموجودة هنا في معرض أهلا مدارس، ولكن أيضا جودة المنتجات جودة عالية جدا، فبالتالي يطمئن الأسر على هذه المنتجات الموجودة. اليوم الأول الذي نتواجد فيه ونرصد لكم الصورة هنا، هناك إقبال كبير جدا من المواطنين على هذا المعرض الذي بالطبع ينتظرونه كل عام ليقدم لهم كل الخدمات وكل الأسعار والتخفيضات المناسبة فيما يتعلق بكل الأدوات المدرسية. كما تحدثنا الأدوات المكتبية، الشنط والأحذية، كل هذه الأمور تتواجد بأسعار وبتخفيضات عالية، وهذا يعني خطة الدولة في التيسير على المواطنين وتقديم في المناسبات مثل هذه المناسبات كبداية العام الدراسي الجديد، تقديم كل التسهيلات لهم في عرض الأسعار ب يعني أسعار رمزية وبتخفيضات كبيرة تصل كما تحدثنا إلى 40%. هذه هي الصورة من داخل معرض أهلا مدارس في يومه الأول، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.